الكرام، التواصل يستمر. هذه هي انطلاقة شوطنا العاشر ضمن هذه الأشواط المفتوحة، وهذا الشوط مخصص لفئة الحول. لهذه الأشواط المفتوحة متمنين لجميع المشاركين التوفيق بإذن الله تعالى، ومشاهدينا عبر قناة الريان الفضائية حسن الاستماع وحسن المتابعة، وتوفيق الله سبحانه وتعالى لنا لكي نوصل لكم الصوت والصورة لما يحدث في أرضية هذا الميدان. نتواصل مع المقدمة والصدارة والقيادة، من تحتل المركز الأول شعار هجن الشحانية، من يحتل الصدارة والمقدمة في هذه اللحظات. هذه الجازي تعود ملكيتها لهجن الشحانية، قيادتها وتضميرها مع محمد بن خالد العطية من يقود الجازي في أول المراكز. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، القدوم من ترهونة، تعود ملكية ترهونة لهجن الشحانية قيادتها مع سالم بن جابر بن فاران المري من يقود ترهونة على المركز الثاني. ننتقل للمركز الثالث، الشاذلية وصلت، الشاذلية هذه الأسماء القاوية مشاهدينا ومتابعينا الكرام، شاهدنا هذه الأسماء المميزة كما أسلفت وكما ذكرت، الجازي وكذلك أيضا ترهونة وأيضا كذلك الشاذلية على المركز الثالث. من تحتل المركز الثالث الشاذلية لهجن الشحانية قيادتها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ننتقل للمركز الرابع، وصلت مزنة على المركز الرابع لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني علي بن حمد بن جرحب، يقودها مضمرا ومسايرا ومتابعا لتحركات مزنة وانطلاقاتها وكل جديدها. نتابع المركز الخامس، التقدم من القارية، من قارت على المركز الخامس وحلت على خامس المراكز لهجن الشحانية قيادة القارية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، تدخل هنا على المركز الخامس وتغيير من عروق، تعود ملكية عروق لهجن الشحانية قيادتها مع المضمر سالم بن جابر بن فاران المري. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. أيها الإخوة الأفاضل، نعود إلى الجازي، الجازي من تنطلق على الصدارة والمقدمة من البداية وحتى هذه اللحظات، والجازي من تقود المسار، من تتحكم في زمام الأمور. هذه الجازي بهذا الشكل الجميل وهذا الشكل القاوي والمميز. من تحتل المركز الثالث ترهونة وصلت على المركز الثالث، ترهونة تعود ملكيتها لهجن الشحانية قيادتها وتضميرها هنا مع الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري. وعلى المركز الرابع وصلت هنا مزنة لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني بقيادة الموهوب علي بن حمد بن جرحب المري. وعلى المركز الخامس القادمة والواصلة هنا القارية لهجن الشحانية بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه النتيجة 1200 يا متابعينا خلف الشاشات، كيلو و200 متر تفصلنا عن خط النهاية. أرى الحيل تزيد في السرعة، أرى الحيل تزيد في تحركاتها وأيضا أوامرها الطفيفة التي تصدر عليها عبر الجهاز اللاسلكي. كيلو متر أخير، الشاذلية ولكن ترهونة، الله تحركت ترهونة. شوف الأسماء القاوية مشاهدين الكرام، هنا مع شعار هجن الشحانية ترهونة تتحرك على المركز الأول، الشاذلية على المركز الثاني، الجازي على المركز الثالث، القارية على المركز الرابع، المركز الخامس مزنة لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني. ولكن الروح مع ترهونة، يا سلامي على ترهونة وعلى انطلاقة ترهونة وتحركات ترهونة، يا سلام. الله الله الله، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، بسم الله عليه، يا سلام، الله. تحركت ترهونة مشاهدينا الكرام
أقلعت ترهونة ما شاء الله تبارك الله، قالت للجميع مع السلامة. يا سلام، هذه ترهونة مشاهدين الأفاضل ما شاء الله تبارك الله على تحركاتها وعلى انطلاقاتها. مشاهدين الأفاضل تهانينا من هذا المكان ومن هذا الموقع، ويا أحمد السادة دون وسجل هذا الشوط من نصيب ترهونة. هذه ترهونة، يا سلام، الاسم مميز والشكل مميز والعرض كذلك أجمل. تهانينا لهجن الشحانية على فوز ترهونة بالمركز الأول. التهنية للذهبي سالم بن جابر بن فاران المري المركز الثاني. وصلت الجازي لهجن الشحانية المركز الثالث، وصلت الشاذلية على المركز الثالث. المركز الرابع تصل على المركز الرابع القارية لهجن الشحانية. المركز الخامس وصلت مزنة لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، نتابع ترهونة عند انتزاعها لهذا الشوط. تهانينا والناموس للمرة العاشرة على التوالي لهجن الشحانية على فوز هجنها في هذا المساء. هذه ترهونة قطعت المسافة في 9 دقائق 30 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية الثانية موصولة لسالم بن جابر بن فاران المري على تقديمه لترهونة وتوصيلها لهذا المستوى الرفيع. نهني هجن الشحانية على فوز، كذلك الجازي على المركز الثاني 9 دقائق 36 ثانية، 12 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية الثانية موصولة كذلك لمحمد بن خالد العطية المشاقب المركز الثالث. وصلت الشاذلية 9 دقائق 36 ثانية، 76 جزءا من الثانية. الثانية موصولة لهجن الشحانية، كما نزف الثانية كذلك للعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيد.